خبرني مالك بيت، يقول عنده مستأجر جايب حيوانات للبيت. يقول انا كنت واضح جدا وياه من البداية انه انا ما اريد حيوانات ببيتي، وخلى فقرة بعقد الايجار تمنع المستأجر انه يجيب حيوانات، لكن المستأجر بعد ما انتقل للبيت جاب حيوانات للبيت. فصاحب البيت منزعج جدا، يقول لي اريد اطلع على هذا المستأجر لانه خالف العقد وجاب حيوان للبيت. هذا الفيديو حبيت اجاوبه صاحب البيت، وبنفس الوقت انطيكم هذه المعلومة. ما من حق صاحب البيت ان يطلع على هذا المستأجر لانه خالف فقرة انه يجيب حيوانات للبيت. حتى لو كان المستأجر وقع على هذه الفقرة في عقد الايجار الاصلي، بعدين ورا ما انتقل غير رأيه وجاب حيوان، ما من حق صاحب البيت انه يطالبه بالاخلاء لهذا السبب، لانه اصلا فقرة انه ما يجيب حيوانات للبيت هاي تعتبر فقرة غير قانونية. لذلك حتى لو وافق عليها المستأجر في أثناء التوقيع وبعدين خالفها، فهي أصلا ممكن فرضها ولا ممكن صاحب البيت أنه يطبقها على المستأجر. هذه الفقرة وغيرها من الفقرات الأخرى اللي أحيانا أصحاب البيوت يطلبون أنه نضيفها على عقود الإيجار، من أول المستأجر أنه يجيب ضيوف، أو مثلا يحددون زيادات معينة بعد سنة مثلا أكثر من قيمة الزيادات القانونية، كل هذه الأشياء هي تعتبر مخالفة للقانون، ولا يمكن على صاحب البيت أنه يطبقها حتى لو كتبها بعقد الإيجار ووقع عليها المستأجر.